مرحبا، نحن من ومدة معكم. أنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي هون مع سفيان عبد الجليل وأحمد أبو غنيم، طلاب بجامعة البيت. وشو فكرتكم؟ قاموس إشاري أردني. طبعاً في داتا بيس، في قاعة بيانات بتحتوي على 66 ألف كلمة، فيها فيديوهات ما يقارب 700 فيديو. نقدر في ثلاث فانكشن للابلكيشن تبعنا، بيعمل ترجمه جمله، بيعمل ترجمه كلمه، بيعمل ترجمه فوريه. هلا في حال اخترنا ترجمه كلمه، بنختار احنا حنترجم من انجليزي لعربي او من عربي لانجليزي. على سبيل المثال في حال اخترنا انجلش لعربي، راح نحكي كلمه بوي اللي هي ولد، بس اكبس على هذا بيطلع جوجل ترانسليت بوي. القاموس في حال اخذ الكلمه راح ياخذها كلمه بوي، وراح مثل ما احنا شايفين هنا يعطينا اياها، وبنقدر كمان بنفس الوقت بنعمل بوي ترانسليت. نختار ترانسليت هون ترجمه، راح يعطينا كلمه بوي. في حال كبسنا على الواتش فيديو ناو راح يعمل بفر فيديو ويعرضنا الفيديو الاشاري اللي احنا الكلمه اللي احنا حكيناها. هاي اجين مره ثانيه، هاي حكى الكلمه، حول الكلمه من انجليزي لعربي وترجم لنا اياها. هلا في عندنا كمان فانكشن ثانيه اللي هي بيختار جمله، ممكن نحكي جمله على نفس المثال سواء كانت بالانجليزي او بالعربي. الجمله هاي نفس الشيء. وفي عندنا الشيء اللي هو اللي اخترنا تقريبا مشروع لاجله اللي هو الايميديت ترانسليشن، بيحول اي كلام احنا بنحكي سواء كان كلام حكيناه عربي او انجليزي. وشو خطه للمستقبل؟ الخطه المستقبليه ان شاء الله هي حتكون طريقه العكسيه، يعني رايح الاصم راح يعطي اشاره للجهاز عن طريق الكاميرا الاماميه، والجهاز نفسه بياخذ الاشاره هاي بيحولها لنص مكتوب، وفي نفس الوقت بيطلع لنا الجهاز اياها الكلمه هاي. شكرا كثير لوعدكم. ويلكم، يا اهلا وسهلا فيكي.